خليل عبد النون، خليني اقول لك مبروك على البومك الجديد غنيت. حبيت توجه خلاله تحيه للشاعر الراحل الياس ناصر، خبرني شوي عن تفاصيله وكيف تم انتقاء الاغاني والالحان. كان حلم بالنسبه لي وريد انه يحقق لي الشاعر الراحل الياس ناصر بانه على الحان عالميه ومعظمها يكون معروف والناس بتعرفه، انه نكتب كلام باللهجه اللبنانيه. وهيك صار، بلشنا مع كاروزو، مع الامبوسيبل دريم، مع سيريناد لشوبرت واكثر من مقطوعه، بس لسوء حظي انه خسرنا الشاعر بنص الالبوم وما كان بقى في فكره اني اقدر كمله للالبوم، لانه كثير صعب خصوصا على هيك اعمال فيها بعد عالمي وفيها مسؤوليه كثير كبيره انه نرجع نكتب عليهم. ف مؤخرا قبل بشهر من ذكرى السنويه الاولى تذكرت اخر قصيده كتبها لعيد الحب بعنوان بشباط وعدت هالاغنيه، وشفنا لما صاروا 6-7 اعمال ليش ما فينا نكملهم بالبوم، وعلى السريع رجعت لدواوينه، اخترت الاشياء المناسبه، حطيتها على بعض الالحان وطلعنا بالالبوم. موضوع الاغاني اللي عم بيتقدم شو هو؟ كله منوع، يعني في عن الحب كثير، في عن السلام، في أغنية عن الميلاد بونس تراك، وفي شيء اجتماعي، أغنية اسمها في ناس عم بتموت يعيش البلد، وفي ناس بيسموا البلد تيموت. جابرييل، منين بتجيب حماسك؟ بنعرف اليوم كيف الشارع شو بده من أعمال شعبية وأعمال دبكي وبترقص وكذا، أنت بتروح على محلات مختلفة كتير بأعمالك الفنية، منين هذا الحماس بتجيبه؟ من يعني طول عمري كنت بحب اعمل الشيء اللي انا بحبه وكون امين للناس اللي انا بنتمي لهم، للثقافه الموسيقيه اللي عندي اياها واللي اشتغلتها كثير، للابحاث الموسيقيه بالاغنيه العالميه او الموسيقى العالميه والموسيقى الشرقيه من ايام سيد درويش لهلا. فاكيد ما بقدر احس حالي بقدر ساوم او بقدر كون اشبه الموجه، بعمل الشيء اللي بحبه والشيء اللي بيريح لي ضميري واللي بحس فيه اني انا امين للناس اللي بنتمي لهم، امين لوطني لما بمثله كثير بالخارج وبمعظم الامسيات حتى يلي بتصير هون يلي اجواء ثقافيه او رسميه. وهيك كان جوي من اول البوم جبران خليل جبران وفيما بعد البوم قمر بيروت، وهلا البوم غنيت. وبدي اذكر انه بهالالبوم كمان فاتني شغله لما سالتني عن مواضيع الاغاني، وهو في اغنيه تحيه للسيده فيروز على لحن لشوبان موجوده كانت باحد دواوين الشاعر الياس ناصر، وحبيت اني اقدمها كمان كتحيه لها، وطبعا تحيه لعزار حبيبي.